وكل آوان وإلى أبد الأبدين. يلدى طالوها
من سفر تثنية الاشتراع. بارك يا سيد. شكرا بربري وتماني الرحمن والعالمين. يا أخوتي، احرصوا أن تعملوا بكل الوصية التي أمرك بها اليوم لكي تحيوا وتكثروا وتدخلوا وترثوا الأرض التي أقسمها الرب عليها لآبائكم. واذكر كل الطريق التي سيرك فيها الرب إلهك في البرية هذه السنين الأربعين ليذللك ويمتحنك فيعرف ما في قلبك، هل تحفظ وصاياه أم لا. فذللك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تعرفه أنت ولا عرفه آباؤك لكي يعلمك إن لا بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. آمين. بارخ مور. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا. بارخ مور. شيخ المراد كون بادشني حوان الرحمن والعلمين. يا أخوتي، إننا نعرف أن الله لا يبرر الإنسان لأنه يعمل بأحكام الشريعة بل لأنه يؤمن بيسوع المسيح، ولذلك آمنا بالمسيح يسوع ليبررنا الإيمان بالمسيح لا العمل بأحكام الشريعة. فالإنسان لا يتبرر لعمله بأحكام الشريعة، فإن كنا ونحن نسعى إلى التبرر في المسيح وجدنا أيضا من الخاطئين، فهل يعني هذا أن المسيح يعمل للخطيئة؟ كلا، ولكني إذا عدت إلى بناء ما هدمته جعلت من نفسي مخالفة للشريعة، لأني بالشريعة مت عن الشريعة لأحيا لله. مع المسيح صلبت، فما أنا أحيا بعد بل المسيح يحيا فيا. وإذا كنت أحيا الآن في الجسد فحياتي هي في الإيمان بابن الله الذي أحبني وضحى بنفسه من أجلي. فكيف أكفر بنعمة الله؟ ولو كان الإنسان يتبرر بالشريعة لكان موت المسيح عبثا. آمين. بارك مو. من مرقوس مسبرون ودم سابر حاي وفرقون العلماء في
زفنوخي البقيم تدمر والوهان وفرق دينا يشوع مشيحو ملتو تحايلو دثباسر ممثلتو قادشتو مريم هولندين أخانه واتوا إلى البيت فاجتمع أيضا جمع حتى لم يستطيعوا أن يأكلوا خبزا فسمع ذووه فخرجوا ليمسكوه وكانوا يقولون بأنه قد اختل عقله والكتب الذين نزلوا من أورشليم كانوا يقولون إنا فيه بعل زبوب وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين فدعاهم يسوع وقال لهم بأمثال كيف يقدر الشيطان أن يخرج الشيطان فإذا انقسمت مملكة على نفسها لا تستطيع تلك المملكة أن تثبت وإذا انقسم بيت على نفسه فلا يستطيع ذلك البيت أن يثبت وإذا قاوم الشيطان نفسه وانقسم فلا يستطيع أن يثبت بل يكون انتهى لا يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا وحينئذ ينهب بيته الحق أقول لكم إن كل الخطايا والتجاديف التي يرتكبها بنو البشر تغفر لهم وأما المجدف على الروح القدس فلا غفران له إلى الأبد بل يستوجب دينونة أبدية لأنهم كانوا يقولون إن فيه روحا نجسا والأمن والسلام لجميعكم بسيادة المطران مار يوحنا بطرس بوشي رئيس أساقفة الموصل وتوابعها للسريان الكاثوليك وأيضا أرحب بأبونا السكرتير مجيد عطلة سيدنا هذه مو المرة الأولى اللي يزور بها الأردن ودائما هو على اطلاع على أخبارنا وعلى كل وضعنا سواء كان بالأردن أو بلبنان أو بالمهجر لأنه مثل ما تعرفون بنسبة 95% تقريباً الموجودين حاضرين هنا أو بالأردن أو بلبنان هم كانوا تابعين لأبرشية الموصل فسيدنا شكراً جزيلاً على محبتكم شكراً جزيلاً على تفانيكم شكراً جزيلاً على كل شيء قدمتوه لنا سواء كان بالعراق أو ببلد الشداد أرحب بكم مجدداً وأرحب بأبونا مجيد نكون كلمة شكراً سيدي
شك أنا اللي لازم أشكركم كلكم بدلاً من أبونا وأنتم الحاضرين، لأن فتحتم لي المجال حتى أكون معكم في هذا اليوم المبارك الذي فيه نحتفل بتناول أول أولادنا الصغار الذين لولا حرصكم أنتم ومحبتكم لكنيستكم وتعلقكم بإيمانكم لما وصل أولادكم إلى هذا الوضع الحالي، بحيث أنه قد هيأوا نفسهم بجهود الخيرين من أيضاً أبنائنا الذين أعدوهم لهذه الساعة لكي نحتفل معاً بفرحة التناول الأول. أحبائي الصغار، أحكي معكم سورة العربي. عربي يفتهمون أحسن؟ يلا ما يشيت. سمعتم بالإنجيل مو؟ إنجيل ما كان صعب. يقول أنه جو إلى البيت واجتمع أيضاً جمع كثير وما قدروا أن يأكلوا. هذا الجمع ليش كنجا؟ جمع لويش كنجوا؟ حتى تفرجون لو كان عندهم هدف آخر. ايش تقولون انتم صغار؟ هذول جمع الناس ليش جوع على البيت خلف يسوع لويش؟ ما تعرفون؟ انتم ليش جيتم على الكنيسه اليوم؟ ما يعرفون العربي، كان حكينا معهم بالسوره ما احسن؟ اولادي دوشك هو مثل ما انتم جيتم الى الكنيسه حتى تصلون وتسمعون كلمه الله وتشتركون مع يسوع المسيح للذبيحه الالهيه. هذوك الناس أيضاً لأن كانوا مدفوعين برغبتهم إلى أن يسمعوا كلام يسوع. كلام يسوع هو كلام الله، يسوع يعلم، ووصل الحد إلى أنه من كثرة الناس ومن كثرة اهتمام يسوع بالتعليم وإعطاء الأولوية لكلام الله ما قدروا يأكلون، نسوا الأكل. بمعنى آخر يعني يسوع المسيح وكل إنسان مؤمن يتغذى قبل كل شيء من كلام الله، وهذا يشبعه. مو معناها بعدين ما يحتاج لأكل أكيد، بس يعني ينطي الأولوية في حياته بحيث كل تفكيره وكل تركيزه كان هو حتى يتعلم شيء جديد من يسوع المسيح. وهذا الشيء أش خلق؟ خلق فرد رد فعل طبيعي عند رؤساء الكهنة، عند الكتبة، شنو هذا يسوع؟ كيف يكسب قلوب الناس؟ كيف يجمع ناس حوالينه؟ كيف يجون علينا ونحن ما حد يسوبرنا؟ وأهل يسوع المسيح ودووه أهله يعني أقرباؤه من حرصهم على يسوع المسيح حتى لا يأذونه لا دروا البال، هذا كنت خبل. يقولون عن يسوع المسيح اختل، صار مجنون. ينتمون نسب مو حلو وتهمة ما حلوة ليسوع المسيح حتى يخلون هذول الرؤساء الكهنة والكتبة لا يأذون يسوع المسيح لا دروا البال، وهم الكتبة ما قاعد يتخبل. هذا مجنون، كان ركبوا شيطان، هذا بعد زبوب رأي الشيطان، هو كيعلمه وكيخليه يسوي عجائب. شوف شلون فتلوها، ينسبون قوة العجائب إلى قوة شيطان، وما يعرفون بأنه كل عمل زين يشير من الإنسان هو بفضل الله ونعمة الله. عمل الخير عمل الزين من الله هو، ما من الشيطان. الشيطان مستحيل يعمل شيء اللي هو خيرنا أبدا، حتى لو مرات يقدم شيء وكأنه خير لنا، يبين شيء حلو بأي شيء مفيد بأي شيء طيب، بس هو حتى يستبيننا ويوقعنا يعني يبعدنا عن الله، يلهينا عن محبة الله. هو ويسوع المسيح بكل هدوء، يسوع عاقل، هو يسوع حكيم، هو فطن، هو ما يجاوب مثل ما هم يحكون، بس يطلب جواب من كلامهم خليهم هم يدانون. يا جماعة ترى إذا بيت انقسم على نفسه هذا البيت يخرب،
وإذا المملكة هذا يجرم بالطول وهذا بالعرض ترى المملكة والبلد يخرب. ترى نفس الشيء، ترى الشيطان إذا واحد اشتغل ضد الله من الشياطين معناه أنه الشيطان انتهى عمره. فهالكلام إلى وين تودون يعني هو؟ وبعدين يقوم يرفع الكلام إلى ما معناه الصحيح. اسمعوا زين، كل التجاديف، كل الخطايا، كل افتراءات تنطقون بها ضد أي كان تنغفر. أكو هالتجديف اللي هو ضد الروح، لأن عمل الله، عمل يسوع هو بقوة الروح. يسوع المسيح بقوة الروح صار إنسان، يسوع المسيح بقوة الروح راح إلى البرية حتى يبشر، صام وصلى وحتى يبشر. يسوع المسيح بقوة الروح، روح الله اللي هو روحه، روح الله يعمل عجائب هو. فوين انتم رايحين انتم؟ واحد قوي يجي قدام واحد الاخ قوي، اذا ما هذا القوي يكون اقوى من هذاك الاخ، شلون تقربطه ويسجنه ويفوت على بيته ويسرق امواله؟ لازم يكون واحد قوي، بمعنى يعني يسوع المسيح هو قوي وقوته من الله هي، ولهذا الشيء يسوينه هالعجائب اللي كان بيفهمه مفهوم الناس، كل مرض، كل عاهة، كل شيء مو زين بالإنسان هذا من الشيطان. فيسوع المسيح لما يشفي واحد يعني كي يطرد الشيطان، بمعنى آخر لو ما المسيح هو أقوى من الشيطان وقوة الشيطان ما كان قدر يسوي العجائب هو. فإذا لا توهمون، فالإنسان اللي ينكر عمل الروح، وعمل الروح هو اللي أحبائي يجعلنا اليوم نحن أن نؤمن بيسوع المسيح اللي هو ابن الله ونعترف هذا الشيء، واللي هو يقودنا إلى أن نجعل الكنيسة ونصلي ونبقى نحافظ على إيماننا. لو ما نحن كنعمة الله وقوة نعمة روح القدس في داخلنا نحن ما كثبتنا. لا تشوفون ترى المصايب اللي وقعت براسكم كانت شيء هين، كان كل الصعب، بس كان أكو شيء يشتغل في داخلكم، نعمة الله. يكون مرات من دون شعوركم، من دون إحساسكم، نعمة الله كانت في داخلكم. هالنعمة، هذا الإيمان، هالتربية اللي خلقوها وربوكم عليها أهلكم، هو هذا اللي خلاكم أنتم أن تقدرون تقاومون كل مصائب وتشوفكم طرق حتى تنجون نفسكم وتحافظون على إيمانكم والأخلاقكم بدون شك هي. فإذا هو الاعتراف بيسوع المسيح أنه من روح الله بقوة روح القدس يعمل وهو ابن الله. هذا الإيمان إذا واحد يرفضه هذا الإنسان ما يكون عنده خلاص، لكي يرفض عمل الروح. ونحن نطرى من دون الروح ما نقدر نسوي ولا شيء هو. فدعوتي لكم جميعا أحبائي الحاضرين ولأخوتي الصغار هو أن نفتح قلبنا حتى هذا الروح يعمل في داخلنا، يجي لنا نعم ونسمحه أن يشتغل في داخلنا، نخلي نفسنا أن ننقاد بقوة روح القدس. هذاك الوقت مسيرتنا، خطواتنا، توجيهاتنا وتوجهاتنا تكون كلها مصونة، لأن روح القدس ما ممكن أن يخدعنا أبداً إنما تكون نهاية لخيرنا وصالحنا. مبروك أحبائي، تناولكم الأول إن شاء الله، بعد شوية تأخذون هذا الخبز، هذا الخمر اللي يتحول أيضا بقوة الروح القدس إلى جسد ودم يسوع المسيح حتى يكون غذاء لكم. وهذا هو أول تناول، بمعنى أن إذا هو أول معناه أكو ثاني وأكو ثالث وأكو بعدين مستمرة، يعني كل ما تجوع على الكنيسة تقول القداس يبقى بإمكانكم أن تهيئون نفسكم حتى تتناولون هذا القربان اللي هو جسد ودم يسوع المسيح. وهذه إذا فرصة لنا أحبائي أن أولا أهنيكم على تناول ابنكم هو، وأن أنتم أيضا اليوم حتى تشاركون فرحة أولادكم أيضا تتناولون معاهم بهذا الإيمان أنكم كتقربون حتى تأخذون جسد يسوع المسيح ودم يسوع المسيح حتى يكون غذاء لنفسكم وحتى يحميكم ويحرسكم ويحافظكم على أن تكون محافظين على إيمانكم بنعمة وقوة روح القدس وبركة الله. تشملنا أحبائي جميعا باسم الآب والابن والروح القدس إلى الأبد، آمين. فلنقبل من الله غفران الذنوب
واصطفى عن الخطايا إلى أبد الآبدين. آمين. هادي شآبو قاديشو. آمين. هادي شبرو قاديشو. آمين. هادي شروحو حايو قاديشو. آمين. إخوتي وأحبائي صلوا لأجلي. أيها الثالث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالث الأقدس اقبل هذا القرآن من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروح الذي فوق السماء تجاوز كما وأطلب من الجميع أن يشترك معي في القداس اللي نحن نقدمه كلتنا نية أبنائنا المحتفلين. نطلب من الله أن هالنعمة تبقى في قلوب أولادنا حتى الله يحافظ أولادنا على إيمانهم وعلى تربيتهم حسنة، وحتى الله يعطينا النعمة كلتنا أنتم الأهل والكنيسة حتى نكون نحن أيضا قادرين لكي من ربي هذولات نواصل في تربيتهم تربية حسنة. من أجل هذه النية نقدم هذه الذبيحة الإلهية. استومن قالوس أيها الإله الرحيم القدوس، يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعين الرضا تقديمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس، واهلنا لنبنو مقدس أقداسك بقلب طاهر وضمير صالح، وأنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة المقدسة نؤدي الحمد نعمتك القادرة على كل شيء ولابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. السلام لجميع.
جميعكم ومع روحك. فلنعطي السلام كل واحد منا لقريبه بقبلة مقدسة وإلهية بمحبة ربنا وإلهنا. هلنا أيها الرب إلهنا. المعطى لنا لنحني رؤوسنا للرب. أمنك أيها الرب إلهنا. بارخ مور فليكن يا رب سلامك وأمنك وحبك ونعمتك وحنانك لله معنا وبيننا يا ما حياتنا كلها. لنرفع إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس سلانا وكل آوان وإلى أبد الأبدين. آمين. بارخ مور نجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على عبيدك هؤلاء المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك غنم رعيتك المفتداة بدم ابنك الوحيد الطاهر. احفظها واصفع عنها وقدسها واجعلها ان يتلالى على محياها رسمك الحي، فيعرف العدو انها رعيتك المفتداة. فنرفع اليك الحمد ولابنك الوحيد وروحك القدوس الان وكل اوان والى ابد الابدين. فلنقف حسنا يا أخوتي بالخوف والورع والطهر والقداسة والحب والإيمان الحق، ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة المقدسة الموضوعة أمامنا التي يقربها أبينا الحبر الجليل ويقدمها عنا لله الآب رب الكل ذبيحة حية رحمة وسلاما ذبيحة. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم ومع روحك. تكن عقولنا وقلوبنا وأفكارنا فوقنا الآن عند الرب إلهنا. نشكر الرب بما خاف لك يا من حقا أنت والله لا مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطت فأقمتنا ولم تغب عنا عند افتقادنا حتى صعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أكوان. وبهذه العبارات لا تدمع سائر الجنود السماوية صارخين إليك وقائلين Oh,
كل القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد ومع روحك القدوس قدوس وكل القداسة أنت ومجدك عظيم جدا إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ها وتخاذيث خولم دبرانوث ودحلو فين قمر بليليو ها ودبي مشلم وحلو في حي دعون مفرقون سب لحمو علي ذو قادي شاته خاضف شطل شما يودي بريخ وقاديش صويخ بالتلميذة وشليحك دمار شاب أخو الميلة هنويثة وبغروديل دخلوا فيكون وحلو ساقية متقصي وماتيهب شبقون ودحطوه والحايد العلام والميل خود وخوش من بوطر دحشيم كثمازغ من حمر من ماء ووديه وفريخ وقاديش وخاضط عمينه يا بلت الوداء وشليحي كذمر ساب اشتو مينيك والخود هنويثاه ودموديل ذياتي قحذاته ودحلو فيكون وحلو ساقيه متشد وميتيهب شبقون ودحطوه والحايد العلام علمين يصنعوا هذا الذكر كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذا الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي إننا نذكر موتك ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني فاشملنا جميعا بمراحمك إننا إذ نذكر يا رب نصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمتنا ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برافة كل إنسان حسب أعماله فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبهج معك في ملكوتك وتبتئل بك ومعك إلى أبيك قائلا ونحن أيضا يا رب إذ نقر بجميلك نشكرك عن الكل ومن أجل الكل وأهيبا هذا الوقت يا أحبائي لأن روح القدس ينتقل وينحدر مرففا على ذي فخارستي الموضوعة ويقدسها فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا السلام معنا والأمن لجميعنا أيها الرب الضابط الكل يا إله القوات المقدسة نسألك ونحن ساجدون أمامك أن ترسل روحك القدوس علينا وعلى ذي القرابين الموضوع أمامنا استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب اشفق يا صالح وارحمنا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم وافتح
حوي من اللحمونا وبورم يقرد موران يشوع مشيحون والخشونا ودمودي ليد موران يشوع مشيحون لتكون هذه الأسرار المقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب. ولا يبدن أحد من شعبك المؤمن يا رب، لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسرارك السماوية الخالدة والمحية. والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح.
ونبتهل إليك يا رب لتشفع علينا وعلى شعبك المؤمن المثل أمامك بغزارة حنانك، وهنا لندعوك أيها الأب القدوس بشهادة ضميرنا الخالصة ونصلي قائلين: في التجارب لكن نجنا من الشرير ومن كل من يحاكي، لأن لك الملك والقوة والتسبعة ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شلوم الخلخون فلنحني رؤوسنا على الرب. بارك يا رب هؤلاء الذين حنوا أعناق أنفسهم وأسادهم أمام حنانك، قدسهم واحرسهم واجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شائبة ليرضوك أيام حياتهم كلها، فنرفع نحن إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. بغي طيب ورحمة تليتا يوسا قد اشتا لبريسا اسيايتا ومسوميتا شوية بوشية عن كل خونا حي العلمي، لننظر بخوف ورهبة اشفق يا صالح وارحمنا. الأقداس للقديسين وللأطهار تطاع واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح الحي القدوس، المجد للآب والابن والروح القدوس، الإله الواحد إلى أبد الآبدين آمين. الأب الواحد القدوس الذي خلق العالم بحنانه. آمين. معنا الابن الواحد القدوس الذي خلصنا بآلامه الثمينة. آمين. معنا روح الواحد الحي القدوس المتمم والمكمل كل ما كان وما سيكون. تبارك اسم الرب من الأزل وإلى أبد الآبدين آمين. ربنا
وجود ممجدين، الآب والابن والروح القدوس، فهو من البدء وإلى جيل الأجيال، له المجد. هللويا. من مذبحك المبرر فلنحضر غفران على عبيدك يا ابن الله الذي أتى لخلاصنا وسيأتي لأجل بعثنا وتجديد جنسنا إلى الأبد. آمين. ابسط يا رب يمينك غير المنظورة وبارك هذا الجمع الساجد لك القابل جسدك ودمك الكريم لغفران الذنوب والصفح عن الخطايا وبياض الوجه أمامك ربنا وإلهنا إلى الأبد. فلتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح على حامل هذه الأقداس على واهبيها واخذيها وعلى كل من تعب واشترك فيها مراحم الثالوث الأقداس في العالمين إلى الأبد. Oh,
المجد لك، المجد لك، المجد لك ربنا وإلهنا إلى الأبد. يا ربنا يسوع المسيح، جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك الغافر الذي شربنا، لا يكون لنا للدينونة والانتقام بل للحياة الأبدية وخلاصنا جميعاً، فارحمنا. نشكرك بارخ مور، نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة، لأنك ألتنا على غير استحقاق منا للأسرار السماوية الخالدة، أي جسد المسيح المحيي ودمه الفادي، فاجعلنا إذن أهلاً لقبولها، حتى إذا ما قبلنا بضمير طار الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك، فنرفع إليك الحمد والشكر ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. فلنحني رؤوسنا للرب. يا رب يا رب، احفظ شعبك المؤمن من كل خوف ورهبة، وهب جميعنا خيراتك وبركاتك، أفراحك ومسراتك، أمنك وسلامك، فنكافئك عن هذه كلها بالحمد والشكر لك ولله الأب والدك ولروحك الحي القدوس لنا وكل آوان وإلى أبد الآبدين. سلام يا إخوتنا وأحبانا، ونحن نستودعكم نعمة الثالث الأقدس ورافته مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر، البعيدين والقريبين، الأحياء والأموات، المخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس. فليغفر الثالث الأقدس ذنوبكم وليصفى عن زلاتكم وليرح نفوس أمواتكم. وليا ربي أنا العبد الذليل الخاطئ، وتعني صلواتكم. أمر بسلام وأنتم فرحون مشرور، وصلوا لأجلي.